اسمع انا باخذ عهد على من يعني على نفسي بس والله لازم تتسمع لازم بطل بنات والله تدري انا معلق ولا هو يا يعني. عيال مثلا انت تقول لا بنصير نلعب مع محترمات ايش رايك مع واحدة عادي انا الفترة هذه عيوني صايرة زايغة ورب الكعبة يا سعود ساتي بس وقف والله شفت رمضان هي. ترى الواحد يجي يزود جنونه زي المتزوج اذا تزوج زاد جنونه ارحب خيال والله والله العظيم خلك زابن خلك ثقيل خلك ثقيل ترى اقول لك شيء لازم تصير ثقيل يا ملاحي بحيث ان احنا نقدر نسيطر على ذا الشيء بعدين لا تدخل لي مع واحده محترمه يا اخي لا تدخل لي مع واحده هنا من ناحيه صراحه ضايقني افتك من هذه ايه تصدق كلهم جيب في زي بينونه هذه يا رب الكعبه بغت تجيبين العيد ذاك اليوم ما ادري شلون سكت قدام البيت أقول والله عشان امي موجوده بالبيت منزل راسي شي طول تحدي سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله ايش قلت انت؟ قاعد اسبح والله تعال تعال ايش قلت؟ شنو؟ تقول امي موجوده في البث ورب الكعبه انها موجوده بالبث بقول لك شيء انا كلش بجي معك فيه بس شوف كومنتي يستر علينا مو بنحنا ما شاء الله تيك توك ما شاء الله امهاتهم ما شاء الله يتابعونهم وبيقولوا انا اذا امي موجوده بالبث ترى ما تشياك ورب الكعبه ايش فيك؟ امك بعد ما تحبني؟ اي والله العظيم ترى امي تكرهك بعد يعني ما ورب الكعبه انه مره سبتني انا اقول والله انك كويس كويس قالت امي ما اداني ذا الرجال حتى انا والله العظيم اقول حق امي تقول دير بالك وخر عنا هذا ما يخليك تنام هيك ادري انا امي تقول هذا شكلك انت يوم جبت الجراكه شكلها من عند ملاحي قلت لا يا امي قلت لها انا جايبها آه.